صباح الخير عليكم، صباح النور، صباح الفل. شوفوا داك المنظر زوين، حليت عيني على داك المنظر. نتمنىكم تكونوا مزيانين ان شاء الله يا اخوتي، تكونوا بخير وعلى خير وما تديوش على صوتي عيانه والحمد لله. صباح الخير اخوتي، كنتمنىكم تكونوا مزيانين. شوفوا بعدا اول حاجه، شوفوا مسكينه والله اخوتي، شنو وجدت لي هاد المراه هادي. هذا البيت ديال بنتها مسكينه، عطاتني البيت ديال بنتها مسكينه، الله يكثر خيرها، الله يرحم لهم الوالدين. هاد الناس راه انا مصدومه، تلاقيت الناس بزاف ما فضلتهم قدام وجه حتى شي واحد، ولكن عاوتاني هاد العائله هادي واحد الناس اللي ما فهمتش لا السيده ولا الراجل ديالها ولا بينوار. وجدت لي الحمام، دبوشت، كليت اللحم بالبرقوق، دارت لي القهيوه، كليت الديسير، شربت اتاي، درت لي الحلويات. ممتيقاش راسي. المهم تنتمناكم تكونوا بخير وعلى خير ان شاء الله. دابا غادي نخرج باش نوريكم كي داير هاد الفيلاج اللي كيسكنوا فيه، ونقول لكم شنو السميه ديالو. نوض لبس حويجاتي، شو جابت لي مسكينه البينوار، جات لي مسكينه البينوار. المهم نمشي نوض باش نفطر معاها، راه كتصايب الفطور. الله لا ناعسه يا ربي. الله شوفوا بنتها شنو رسمات، شنو رسمات. قلت لها فينا هي؟ انا قلت لها انت هي هادي وانا هادي. قلت لها انا هادي بقوه ما كندور، خرجت لي القوقه في الراس. هاي القوقه قلت لها خرجت لي في الراس. مسكينه، عائله زوينه زوينه، فنه فنه، واحد العائله كتحمق. يا ربي تحفظهم، الله يعطيهم الخير، والله يعطيهم ستر الدنيا والاخره، والله يحفظكم حتى نتوما يا خوتي الحباب، يا خوتي العزاز. الله يسهل عليكم كما فرحتوني، الله يفرحكم دنيا واخره. راه عرفتي وحق الله العظيم غنبقى نهضر، عاد نبقى نبكي لكم كتقول لي ما تبكيش. راه كنبغي نهضر اقسم بالله، الا كنتخنق. يا ربي لك الحمد والشكر يا ربي، الحمد لله، شكرا لكم اخوتي. خوتي تتمناكم تكونوا مزيانين، تكونوا بخير ان شاء الله وعلى خير. المهم انا خارجه ان شاء الله، غادي نجيب واحد الامانه صيفطوها لي شي ناس، وغادي معايا ولد المتتبعه الله يحفظه مسكين، الله يعطيه الرضا. هو راه غادي معايا دابا، نمشي ان شاء الله نهز ديك الامانه ونكمل معكم ان شاء الله الفيديو. داكشي اللي درتو هنايا راه غادي نصوره لكم بطبيعه الحال. اي حاجه ان شاء الله غنقول لكم شنو غادي ندير، شنو عاوتاني من بعد ان شاء الله فين غنمشي. واخا انا يلا وصلت باقي غنمشي عاود، باقي عندي بزاف د الحوايج. شوفوا المدينه كي دايره، شوفوا شوفوا، بعيده بزاف على برشلونه بشي يمكن شي 45 دقيقه، بعيده هاد البويبلو هذا على برشلونه. شوفوا شوفوا، غادي ندير لكم ان شاء الله، غادي نصور لكم مزيان البلاصه كيفاش دايره، ونقول لكم شنو سميت البويبلو. مزيان وناس مزيان، وفرحتنا فرحانه 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 بزاف. يا ربي تحفظهم، يا ربي يا ربي تحفظها وتعطيها الخير وتسهل عليها على وليداتها. واحد الناس اخوتي واعرين، يا ربي تنتمناكم تكونوا بخير اخوتي العزاز، الله يحفظكم ليا، الله يعطيكم ستر الدنيا والاخره كما العاده. اخبار فراسكم كتطلعوا بالقنطره من هنا، اللي غيطلع من هنا، اللي غيطلع من هنا. صعيبه صعيبه شويه، كاينين الجبال صراحه، عمري ما شفت البويبلوات بحال هكا في حياتي. متتبعه كاينه الهيرة فين ساكنه. يا الدار شوفوا غير الجبل فوق، باردون. هاد المدينه بحال جات فوق الجبل. ايه برشلونه لهي 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 في داك الجبل لهي. ها فيلاج صغير اخوتي، صغير 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 بزاف، في داكشي محدود يعني قريب برشلونه، اللي بغى يركب يمشي تال برشلونه. فيه الجبال وكلشي، تا هذا بويبلو. كله قنطرات بحال هكا، هي كله كامل بحال هادشي، كله بحال الطريقه دي في الجبل باش تمشى تربي الموليات واخا ما يكونوش. فكرني في بلاغير تقريبا، غير بلاغير عامر فيها الواد بزاف، ولكن فكرني في بلاغير
وهاد البلاصه هادي الشكل كامل داير بحال امبوستا. الناس اللي كاينين في امبوستا عايشوفوا اخوتي هاد البلاصه يصحابوني في امبوستا بحال امبوستا نيشان نفس سبحان الله العظيم نفس الشكل بحال هكا. جاوا الديور هنايا وجا الواد وجاوا الديور هكا في الجبل امبوستا بحال هكا نيشان. عندي بزاف المتتبعين في امبوستا يشوفوني غتجيهم بحالها صراحه. والله الا نسيت سميت البويبلو غادي نسول غنقول لكم سميتو نسيت. واحد السميه عنده في شكل ما دخلاتليش الراس حتى هو بعيد اخوتي بزاف ما بحال دابا ما خرجت هو معايا المتتبع مسكين ولي غادي معايا دابا الدري صغير غادي معايا دابا بحال هكا ما نعرفش انا كنمشي بوحدي نركب لبرشلونه ما نعرفش نمشي لبرشلونه ما نعرفش. انا شفت واحد بلاصه موده كندورها كامله في دقيقه كتمشي شي مدينه جديده كتجيك صعيبه بحال هكا نقدر نخرج كنقلب على خدمه وعاد كنعطيو الراس. هاد المدينه راه كتبغي طوموبيل والمترو المترو المترو شحال قدك تاع المترو يعني فلوس كاملين تخسرو مع مترو. ها البويبلو فيش كاع الناس بزاف كنيسة ديالهم صغير المهم اي حاجه راه كنوريها لكم فين مشيت فين جيت. ويبلو صغير بزاف طلعنا عبر الجبال والبحار طلعنا في القنطرة بحال روبين هود. والله الا وليت روبين هود. ها هو الكوريو ان شاء الله نهز واحد الامانه صيفطوها لي شي ناس. لا لا يخطاكم عليا يا ربي في هذا النهار لا لا يخطاكم عليا يا ربي الله يسهل عليكم يا العزاز ديالي الله يحفظكم ندخل ان شاء الله. المهم غادي ندخل ان شاء الله كوريو انتوا معايا ناس الامانه ان شاء الله وانتوا هذا كوريو ان شاء الله نهز الامانه. الامانه شديتها شكرا اخويا الله يعطيك الخير الله يحفظك. خوتي راه قال لي ما تجبدينيش ما تقولي والو ولكن انا ما نقدرش ما يمكنش الانسان اللي كيصيفط لك وكيفرحك وكيدير معك بزاف د الحوايج ضروري تجبديه. ها هي البركه الحمد لله رزق السيد ربي جابو. شكرا بزاف اخويا الله يعطيكم الخير كاملين الله يسهل عليك الله يفرحك. والله ما قادراش نعبر ما قادراش ما قادراش كلشي راه هنا في القليل. هذا البويبلو هذا سميتو روبي قريب لبرشلونه شي والله ما عرفت. المهم بالمترو قالوا لي شي نص ساعه وشويه ولكن بعدا ما عرفتش. المهم بعيد على برشلونه دابا البرد دابا انا قريبه للدار الناس دابا البرد والصهد ما فهمتش الجو مخربق خرجنا جانا البرد انا رجع دابا الدار جانا الصهد. المهم اخوتي دابا انا غندخل الدار عند السيده ولا خرجت بلاتي غنكمل لكم الفيديو لان ما نقدرش نصور لكم في الدار تاع الناس. شوفوا الطلعه كي دايره شوفوا شوفوا والله الا سخفت بالله شوفوا كي كندير شوف عوام جيت ما نقدرش نقول لكم الطلعه كيفاش دايره شوفوا راه كتبان لكم في التليفون عرفتي دايره ها الطريق. المهم انا وصلت للدار دابا ان شاء الله يا ربي نكمل لكم على الفيديو وتنتمناكم تكونوا مزيانين وبخير. فرحانه بديك البركه اللي صيفطت لي مسكين داك الولد والله الا جات في وقتها والله العظيم. ها انتم شوفوا شنو تشهيت ها هي صوبت عليا الله يعطيها الصحه تشهيت الصوبه يا سلام نسخنوا العظيمات الله يعطيها الخير. شوف هذا الباركو ديال الصالون كيطلع على هذه البلاصه صراحه اخوتي البويبلو صغير بزاف تا هو بحال البويبلو ديال المتتبعه كل ناس ما عندك فين تمشي لا بغيتي برشلونه خاصك مصروف باش تركب باش تحرك باش تمشي. القهوه ديالتي شفتوها خوتي ما قداش كان حل عيني في الشميشه يعني بالنسبه بزاف تاع الناس قالوا لي علاش عينيك كحلين من التحت. واش اخوتي قاعد العذاب اللي داز عليا وقاعد المحنه اللي انا فيها وبغيتي عيني ما يكونوش كحلين واش وحده اللي كتنعس في الوطيلات ديال 20 اورو 15 اورو وكتنعس عند الناس كتضيباني فين ما كان كيجيبها الليل كتنعس. كاين شي مره شحال مره ما صورت ليكمش
والله العظيم شحال من مره الا بقيت 11 الليل وانا ما مدبرتش فين غنعس. كاينه شي وحده اللي جات من المغرب راه قريبه تكمل الشهر دابا ومازال ما لقاتش فين تحط الراس ديالها. كيفاش بغيتو عينيا ما غيكونوش كحلين من التحت؟ راه الحمد لله مكحانو غير العينين، راه الحمد لله، راه من الله شنو غيوقع، راه كلشي واحد كون راه نعست على يديه ورجليه بهادشي كاع اللي داز عليا. شوفو كي دايره دابا، شوفو شوفو نتوما، عاود شوف شتو لاله فديوه كي دايره دابا. شوف مسكينه، عطيني البينوار بيجامه، شوفو شنو لابسه، شوف بانطوفه دارت بحال عادي الامام فاش دار داك الفيلم لاباس، قال يلاه يا دنيا اتمتعي يا ديالي انا. ان شاء الله غادي نودع هاد الناس وغنعاود نشد عاوتاني الطريق مره اخرى، لان انا بغيت اخوتي فين غنستقر، فين غنكري، فين غنخدم، فين غندبر على راسي. يعني بالنسبه لي باش تمشي عند الناس وتاكلي خبيز وتنعسي فهذا غير ممكن ولا اوافق عليه بتاتا. ديرت انا السكينه ديالي اخوتي، كريت انا شي بيته نتكمش فيها، ندبر شي خديمه، حويجاتي مصبنين دابا منشورين نوريهم لكم. تريكو شتي هو تصبان، ها هما الحويجات ديالي، ها الكولون كيطمتي، ها هي الجاكيطه ديالتي، هادشي كله حوايجي، ها هو الشال ديالي، ها هو صبناتو ليا مسكينه. ايوا صافي، شغن نقول لكم اخوتي بلا ما نطول عليكم، نحط لكم الفيديو هكايا، وان شاء الله غدا غادي نشد ان شاء الله الطريق، غدا غنسافر ان شاء الله في الصباح، وغادي نصور لكم ان شاء الله فاش نكون غاديه عاوتاني فدوى ابن بطوطه. وواحد السيده عطاتني شي حويجات مسكينه نلبسهم، ضيباني بامتحان الله. نتوما كما كتعرفوا اخوتي انا باقي ما تخلصتش من اليوتيوب، بزاف الناس كيقولوا لي انت ما يمكنش ما كتخلصيش، انا اقسم بالله العلي العظيم لكم المشكل اللي كان عندي على حساب ما قداش نتخلص، راه كنت حطيت لكم في واحد الفيديو، الا رجعتوا راه غتفرجوا وغتشوفوا، راني حطيت لكم الوراق كاملين ديال اليوتيوب وداكشي واش تخلص ولا ما تخلصتش. كان عندي خطا كبير صلحته، حد الان راني صلحته باش انني نتخلص ان شاء الله. مي غنتخلص راه نقولها لكم، الا تخلص راه تعرفوني ان شاء الله، تشوفوني شريت شي حاجه ما نلبس. انا راه والله العظيم ما عندي ما نلبس، عندي جاكيطه واحده ديك الخضراء اللي شفتو، عندي جاكيطه اخرى صراحه خليتها في المغرب ما جبتهاش، ما عنديش الحوايج صراحه نهائيا على حساب انني درت الحجاب كما كتعرفوا، يعني ما عنديش حوايج باش نبدل. المهم بلا ما نطول عليكم اخوتي، ندير لكم هاد الفيديو غا خاشيه فيه خنشوف شي وكنهضر شنو غادي ندير. كلشي كيعلم به الله سبحانه وتعالى، تنتمنى ربي ما يحشمنيش. انا جيت عند هاد الناس شفتهم، انا جلست معاهم، مازال ما لقيتش هذاكشي اللي انا بغيت، العائله زوينه بغيتها وحماقيت عليهم، ولكن اللي بغيتو انا خصني انا نخدم، خصني انا ندير مستقبلي، راه كاينين الوالدين كيتسناوني مساكن. خوتي غادي نكمل لكم على الفيديو، شوفوا بعدا مولات الدار شنو عطاتني، عطاتني حوايجها. المهم هادي راه جاكيطه ديالتها، ها هي انا جاتني الصراحه جاتني مزيره، حيت هي ضعيفه عليا، وهادي الدره ديالها والتريكو ديالها. عطاتني الحوايج لحقاش صبنات ليا حوايجي وما لقيت باش نبدل، ومسكينه عطاتني الحوايج ديالها. المهم انا خرجت للزنقه باش نكمل لكم على الفيديو، جاني هاد الزيف في شكل ما عجبنيش، جيت بحال شي وحده جايه من الحمام. اللي بغيت نقول لكم اخوتي ان شاء الله انا غدا غادي نمشي بحالتي، انا ما ساخياش بهاد الناس هادو، وعلاش عيطوا عليا؟ عيطوا عليا باش نرتاح، حيت شافوني كندور في الزناقي وشافوني في داك التكرفيس، قالت لي حنا عيطنا عليك باش ترتاحي، باش تاكلي تشربي ترتاحي، بقاي معانا، لا بغيتي ما تمشيش بقاي معانا. ولكن اخوتي نتوما ما تديوش على اليد، راه خاسره ليا اليد، التليفون تقاست ليه الكاميرا كاع تخبشات، ما بقاش كيجي التصوير زوين، انتوما كتشوفوا. المهم التليفون على قد الحال اللي سهل، سيدي ربي مشري شي تليفون مزيان. اش بغيت نقول لكم ونسيت الشنطه، راه عواج ما عرفتش انا علاش كيبان لكم هكايا. حبيبه بنت المتتبعه جايه من المدرسه، انا قلت انني نخرج نصور لكم برا، نقول لكم شنو كاين، يعني هاد الجهه دي ما صالحاش ليا. شوفوا دابا هي القنطراس، دابا هادشي كيدوخ، ها ها انتم دروش كيهبطوا هادو ليه، هادو غادي يديوك هنايا عاوتاني، هادو غيهبطوك ليه، يعني حتى الا لقيتي شي خدمه وهادي بحال الترونسبور كدا يجيك الحال بعيد. خوتي هادشي اللي قدرت نصور لكم هاد النهار، تنتمناكم تكونوا مزيانين وبخير. بويبلو زوين صراحه ولكن ما صالح ليش نبقى فيه، انا خاصني مدينه كبيره ان شاء الله فين ندبر على راسي. وتهلاو فراسكم اخوتي، الله يسهل عليكم.